الباب الذي بعده قال باب ما جاء في التنجيم. تنجيم علم النجوم على ثلاثة أقسام، أي هذه النجوم وعلى قسمين، لكن قسم مشروع أو مباح، وقسم ممنوع وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا اعتقدت أن هذه النجوم تؤثر في تدبير الكون أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما إذا تعلمت الوصول إلى الطرق الصحيحة بالنظر في النجوم، والمقصود الهداية وإلى آخره، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا لا حرج فيه. النجوم لها ثلاثة، لها ثلاث فوائد، لها ثلاث فوائد، هي مصابيح للسماء وزينة، وهي رجوم للشياطين، وبها يهتدى بالنسبة للمسافر والذي بالليل. الكلام ذا قاله منه؟ قال قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، معروف من أئمة التابعين، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، لثلاث فوائد. جعلها زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين كما في سورة تبارك الملك، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون كما في سورة النحل. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ده في البخاري. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، لم يرخص أي جعله محرما، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل المعروف وإسحاق بن راهوي المعروف. طيب لماذا كره قتادة يعني تعلم منازل القمر؟ لأن هؤلاء العلماء يسدون كل باب وذريعة إلى الشر، أي ذريعة وباب للشر من نصح العالم أن يسده على الناس، أن يسده على الناس. عشان كذا دائما الناس بيجوك وهم في حيرة، فلا تجعلهم يزدادون حيرة إلى حيرتهم بكثرة التقسيمات في غير موضعها. يجوك يسألوك سؤال في الدين، ما حكم كذا وكذا وكذا، انت تقول له عندي فيها سبع أقوال، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، هذا يقال لطلبة العلم وللذين يتوسعون ويتعمقون في المسائل ويريدون تأصيلها وضبطها وإلى آخره، ويقرؤون الأصول إلى آخر ذلك. لكن عامة الناس إذا سألك فأجبه بالراجح الذي يترجح والذي يوافق الدليل والقواعد الفقهية، لأن هؤلاء لا يتحملون العلم، بل ذكر الاختلافات بالنسبة لهم قد يضرهم. تقول لي المسألة دي فيها خلاف ولا اختلاف؟ طوالي وشنو؟ بخلي الشيء الحق الشيء بالنسبة له صعب، وشايفه صعب من جهة الهوى، ولو حق بخليه يقول لك يا أخي دي فيها خلاف، فيها خلاف، وطوالي يسوي شنو؟ يسوي اللي هو بريده، يقول لك المسألة فيها خلاف، واحد يقول لك لما نتفقوا بعد ذاك نشوف، هم ماتوا يتفقوا كيف؟ انت قول الراجح شنو؟ الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والزول يا جماعة دائما العلم الما فيه نفع له ما يضيع زمنه فيه، تضيع زمنك فيه، بل حتى العلوم النافعة اجتهد في الأهم أولا، شلت في أمس الحاجة إليه. يعني زول ما ضبط مسائل الصلاة، ما بدأ تجتهد في مسائل الميراث ولا في مسائل الحج، هو ما مستطيع ذاته يحج
ولا عنده زول مات عشان يقسم الميراث، تلقاه مجتهد بيجاي. واحد تلقى العقيدة ما درسها، تلقاه مجتهد في اللغة العربية، لكن تينا الأجرومية وخاشين في الملحة وخاشين في قطر الندى وماشين وين، والألفية وكتاب التوحيد ما ضابط، تلقاه مسائل العقيدة ما فاهمة، وتلقاه يجتهد في مسائل أخرى. لذلك من النصح لمن يريد طلب العلم ومن توفيق الله له أن يركز أولا على علم الكتاب والسنة. شفت كان الله اداك حافظة شغلها في القرآن والسنة، تمشي تحفظ لي 200 بيت، في 200 بيت يقول لك في الآداب 300 بيت ولا 200 بيت حافظة، وجزء عم ما حافظه. ها 200 بيت دي بترفعك كم درجة في دي؟ جزء عم ده وغيره، أي آية بترفعك درجة في الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن الترمذي حسن الألباني رحمه. قالوا عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا ضعيف من الأحاديث الضعيفة كما في السلسلة الضعيفة، قال لا يدخلون قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. الأحاديث أحيانا التي يضعف سندها أحيانا تكون ألفاظها أو تكون متونها صحيحة المعنى، صحيحة المعنى، وإن كان هنا لا يقال بأن مدمن الخمر إن كان من المسلمين وقاطع الرحم إن كان من المسلمين أنه لا يدخل الجنة بالكلية، وإنما يعني يمنع من دخول الجنة بدخوله للنار بسبب معاصيه، ثم بعد ذلك يدخله الله الجنة، كما في البخاري وغيره من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما من أهل التوحيد يدخلون النار بسبب معاصيهم ثم يخرجون منها فيلقون في نهر الحياء أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. أما الذي يتعامل بالسحر ويتبع هؤلاء السحرة والكهنة فهذا يقع في الموبقات المهلكة الموجبة لدخول النار والخلود في النار، ولا أعني جميع الموبقات الواردة في حديث السبع موبقات، فإن بعضها ليس مما يخلد في النار كالقتل الخلود الأبدي، لكن السحر من الكفر كما ذكر الله تعالى في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فقد جاء فيها الوعيد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيه مسائل في هذا الباب: الحكمة في خلق النجوم لثلاثة أمور أو لثلاث فوائد. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. قال ولو عرف أنه باطل، يعني تجد الآن الكثيرين يعلمون أن هؤلاء السحر على باطل، لكن يذهبون إليهم عند الخصومات، يعني عنده خصومة مع فلان فيذهب إلى الساحر وهو يعلم أن الساحر على باطل لكن يريد الانتقام، وقد يقول له الساحر ويتكهن له مع سحره فيقول له شيئا من المغيبات فيصدقه فيدخل في هذا الوعيد الشديد.